ذلك أهلا بك. قصف كان هناك قصف مدفع إيطالة قرية المشيرفة والطريق الدولي شرق بلدة عفعيت باثنين كيلومتر فقط. هذا القصف أدى إلى أضرار مادية، كان بعد منتصف أمس ليلة أمس الجمعة. هذا القصف يأتي بعد يومين من الهدوء الحذر على جبهات القتال، حيث قبل ذلك كان هناك هجوم بري للاحتلال التركي قبل ثلاثة أيام صوب قرية المعلقة التي شهدت اشتباكات عنيفة يوم الأربعاء الماضي، قتل على إثر عدد من المرتزقة، لكن القوات السورية الديمقراطية لم تبدي أي لم تصدر أي بيان رسمي حول ذلك. كانت هناك تدمير لعربة تحمل سلاح دوشكا أيضا في تلك القرية. يعني هذا كله يأتي عقب بناء تركيا لقاعدة عسكرية بالقرب من قرية معلق، والتي تقع هذه القاعدة فقط على مقربة من الطريق الدولي، فقط 500 متر عن هذا الطريق الذي قرية المعلق الذي تقع بين عين عيسى وكوباني، وهذا ما سيشكل خطرا وسيؤثر على حركة ونشاط الطريق الدولي في الأيام القليلة أو الأيام القادمة. على صعيد الإنساني أستاذ زانة، كيف تبدو الأوضاع الإنسانية، سيما وأن القرى التي تتعرض للقصف هي بكاملها مأهولة بالسكان، وشاهدنا وتابعنا تقارير إعلامية تتحدث عن مأساة كبيرة تواجه هؤلاء السكان من نزوح ودمار للممتلكات لممتلكات هؤلاء المدنيين. حبذا لو تحدثت لنا عن الأوضاع الإنسانية في ظل هذا العدوان التركي وفصائله الإرهابية. يعني في أغلب القرى التي تشهد الاشتباكات والقصف المتبادل بين قوات سوريا الديمقراطية والمرتزقة التابعين لتركيا، هذه القرى أخليت من سكانها قبل أسابيع نتيجة القصف المتواصل. السكان متخوفون من العودة إلى منازلهم، تحدثنا عن 6 مدنيين فقدوا حياتهم و 16 جريحا. كان القصف الأخير طال الأحياء الجنوبية لأول مرة في بلدة عين عيسى، ما أدى إلى جرح مواطنين اثنين، أحدهما امرأة، أسيفا إلى مشفى الرقة. لكن بشكل عام تلك القرى لا يوجد فيها أهالي بعد تهجيرها من قبل الاحتلال التركي وقصفها بوحشية، لكن السكان هنا في بلدة عين عيسى هنالك أسواق، هنالك البلدة مكتظة بالسكان، لكن هنالك مخاوف من وصول المعارك إلى البلدة أو قصف الاحتلال التركي العشوائي. هنالك مخاوف أن يطال هذا القصف أحياء البلدة بعد أن قصفت الأحياء الشمالية مرة وأيضا الأحياء الجنوبية مرة أخرى، وأدى ذلك إلى نزوح الأهالي ليعاود الرجوع إلى منازلهم بعد هدوء الأوضاع. نعم، أنا أشكرك جزيل الشكر الصحفي والناشط الإعلامي الأستاذ زانة سيدي على كل هذه التفاصيل والإيضاحات، كنت معنا مباشرة من الشمال السوري، شكرا لك.